نشاطات معاغل الانتفاضة وأثرها. لقد جعلت الانتفاضات التي عمت جميع أنحاء البلاد في العامين ونصف الماضية آفاق انتصار الشعب الإيراني على نظام الملالي أقرب من أي وقت مضى. مع تفشي جائحة فيروس كورونا وانتشاره في إيران، وصف خامنئي هذه الكارثة بأنها فرصة، ومن خلال اتباع استراتيجية الخسائر البشرية الفادحة سعى خامنئي إلى وضع حاجز أمام الانتفاضة الرامية إلى الإطاحة بالنظام. لقد فقد أكثر من 100,000 شخص حياتهم بسبب تستر النظام وعدم كفاءته وسوء إدارته والفساد المستشري. ومع ذلك فإن معاغل الانتفاضة بصفتها قوة منظمة تعدت هذا الأسلوب من قبل النظام، ورغم المخاطر والأخطار الناجمة عن فيروس كورونا ساعدت من أنشطتها ضد أجواء القمع في جميع أنحاء البلاد. تتكون معاغل الانتفاضة من أنصار منظمة مشاهدي خلق في جميع أنحاء إيران، الذين يواصلون التاريخ الفخور للنضال من أجل الحرية في إيران. معاغل الانتفاضة تكتب شعارات على الجدران وتنشر رسائل قيادة المقاومة الإيرانية في الأماكن العامة، وتضرم النار في ملصقات ولافتات النظام لتحطيم أجواء القمع. إنهم مصممون ومستعدون لتقديم التضحيات العالية لإنقاذ شعبهم من الفقر والبطالة والقمع. وقد لجأ النظام إلى أعمال قمعية واسعة خوفا من تزايد أقبال الشباب على الانضمام إلى معاغل الانتفاضة. اعترف قادة النظام بالدور الحاسم الذي لعبته معاغل الانتفاضة في انتفاضات نوفمبر 2019، وفي 17 من مايو 2020 حذر الولي الفقيه للملالي خامنئي الشباب من الانضمام إلى منظمة مجاهد خلق. وسعوا جبهة الثورة قدر المستطاع وجندوا الشباب، بالتأكيد لا أعني تجنيد مجاهد خلق. وفي المعركة التاريخية التي خاضها الشعب الإيراني ضد الاستبداد الديني الحاكم، تعتبر معاغل الانتفاضة مبشري الحرية والديمقراطية، كما تلعب دورا لا مثيل له في تقرير مصير إيران.